عليكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات صباحية الدوزان في هذا الخاص عن زلزال لبلدنا العزيز المغرب. اليوم غادي نستضيفوا لكم السيدة لبنى العموري، رئيسة مؤسسة لبنى العموري الخيرية. غتجي في استراحة صغيرة جدا وغترجع لعين مكان باش تواصل الجهود ديالها مع الفاعلين معها في المؤسسة ديالها باش يكملوا الحملة التضامنية اللي تقوموا بها. غادي تعود لنا على الظروف هناك كيف كانت، كيف لازالت، وكيف تراها من بعد إن شاء الله. معنا كذلك اليوم وعبر سكايب السيدة لبنى العموري، السيدة فاتن البوني. تذكروا معي فاتن البوني هي صانعة محتوى، سميناها سفيرة الثقافة المغربية بباريس، قاتنا تما كاين. تعاود لنا حتى هي التعبئة ديالها للجالية المغربية، كيفاش تعبؤوا كاملين باش يعبروا على التضامن ديالهم مع المغاربة كاملين. والبداية غتكون اللحظة مع منى الصباحي في موضوع مهم جدا يخص الأطفال. مرحبا بكم معنا صباحيا. منى الصباحي السلام عليكم. وعليكم السلام. كل شيء في امان الله. الحمد لله. عرفك حتى انت فاعله جمعويه، فاعله نشيطه جمعويه تبارك الله عليك. يعني هاد المحنه هذه بينات كما قلنا المعدن ديال المغاربه. لكن بالنسبه لصباحيه الدوزان اكتشفنا ان بزاف ديال الناس صباحيه الدوزان فاعلين تبارك الله، ما تردوش في الايام الصعبه انهم يساعدوا الاخوان ديالهم. اليوم غادي نتشاوروا معك ككوتش، كاخصائيه في الميدان ديال الكوتشينغ وديال اش غنسميوها، ديال للاحسن للاحسن في عالم للاحسن. بغينا نفكروا في الوليدات تقصحوا بزاف، والوالدين لقاو راسهم ما عارفينش كيفاش يطمئنوا انهم كيفاش يشرحوا لهم اولا، لان اصلا الوالدين حتى هما مخلوعين طبعا. فبغينا نعرفوا شنو هي الاليات والتقنيات العلميه والنفسيه الناجعه اللي نطمئنوا بها هاد الوليدات هادو، ونفهمهم بانها طاهره طبيعيه، وبانها مرات ما يبقاوش في هذاك الفزع الدائم وخايفين بانها تعاود. فاول حاجه كما قلتي يا سميره، الوالدين مخلوعين. الا الوالدين مخلوعين يكون ماشي صعب، يكاد يكون مستحيل انك تطمئن طفل وانت اصلا مخلوع. فقد شيء لا يعطيه، قلنا هكذا مره، وهنايا في هذه الظروف هذه كتكون اكثر. فطبعا الوالدين الا مخلوعين مهلوعين زعما في واحد الهلع كبير جدا، كيتكلموا النهار وما طال على شنو واقع، كيشوفوا اخبار الفيك نيوز، كاين بزاف الفيك نيوز ديال راه يعاود، ودايوغ عشناها الايام الاولى، يعاود يضرب مع نفسها الليله بنفسها، يعاود يضرب مع الثلاثه، لا راه مع الاربعه، تسونامي مع الخمسه، من دابا يومين يعاود. وكان ممكن اننا نتنبؤوا بالزلازل بهذه الدقه، ما عمرها تكون هذه الحوادث الكبيره جدا وهذه الاضرار مع الدكتور وهذه الخسائر، لانه مستحيل تنبؤ بالزلازل. فاذا هي غير نعرفوا هذه القضيه. فاول حاجه الاباء خصهم هما يطمئنوا اولادهم، وهذا انا نعطيك واحد البروسيسوس اللي كلنا نقدروا نستعملوه، ماشي غير مع الزلازل، اي كوارث طبيعيه او اي اشياء غير داخله في النطاق ديال داكشي اللي كنتحكموا فيه. واش حنا كنتحكموا في الزلزال؟ كنتحكموا في العاصفه؟ كنتحكموا في الشمس؟ هادشي داخل في الحكم ديال الله عز وجل. فاول شيء هو اننا نقويو الايمان ديالنا بالله عز وجل، واننا نوصلوا هادشي للابناء ديالنا، نهضروا على القدره ديال الله عز وجل، نهضروا على الامر بيد الله، نبينوا لهم، نفهمهم كاين شي اشياء ماشي ديالنا حنا. هذا هو اول حاجه، ويكون داك اليقين في الله عز وجل. احنا عشنا هاد الكارثه الطبيعيه اللي ضربت البلد ديالنا. تخيل هذه من بين القصص اللي منتشره جدا، واحد القبيله عرضت عليهم واحد السيده للصدقه، فمشاو كاملين لذاك الدار اللي حدا المسجد دايره لهم الصدقه، من رجعوا لقاو الديور كاملين تهدم. سبحان الله. حيت هذوك الناس ما مكتب لهمش يموتوا في ذاك الليله. ذاك الليله العمر ديالهم مازال طويل. الناس اخرين ذاك النهار كانوا معروضين في قنت اخر، والناس كانوا ما كاينينش، وجاو ذاك الليله لذاك البيت اللي هيتهدم حيت ذاك النهار العمر ديالك تيتقاضى. فهادو رسائل مهمة جدا اننا وأمثلة حية حية نقدروا نوصلهم لوليداتنا. أول حاجة نقنعوا راسنا بها ونتشبعوا بها ونبارطاجها افيك نو زونفون ونتقاسموها مع الأبناء ديالنا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نفهموا الظاهرة، هين فمالي؟ أولا أننا ما كنقدروش نعرفوا الوقت ديالها إتسيتيغا، ونشرحوا ليه كاين واحد الحركة تكتونية، كاين واحد الحركة ديال الصفائح الأرضية، كاين التفسير. مهم أننا نفسروا، ودائما كاين الجانب الإيجابي والجانب السلبي. بهذا الدمر اللي حدث، بهذه التكسيرات، خرجوا
عيون ديال الماء، خرجوا شلالات. كنشرح ليه كنقول ليه شتي راح تحلت واحد الطريق، فكان الماء محبوس، هذيك البلاصه ما كانش فيها الماء، يمكن ما كانش مالقين باش يشربوا داك البهائم ديالهم، ولا تقول لي ماتوا، ايه شي مات وشي ما ماتش، ماشي كلشي مات، فهي ولا فيها الماء. كنوري ليه الجانب الايجابي والجانب السلبي. ثالث حاجه وهذه مهمه جدا، وهي اللي زعما راه قلناها قبيله في الكواليس، كل نهار كتبان لك تتبكيك على قد ما ما تاثرنا وبكينا بالناس اللي ماتوا والناس اللي تشردوا والناس اللي فقدوا الاهل ديالهم، على قد داك لي لون دو سوليداريتي، لان اللي كيعاوننا اننا نمروا هاد التجارب الكبرى هي المساندات الكبرى، هي داك لا سوليداريتي، هي روح المواطنه. عرفتي كيما عشناها في المونديال وكانت الفرحه وكلنا حسينا حنا مغاربه ومغاربه، حتى النخاع وتقاسمنا حتى القرح، كذلك القرح بالرسائل اللي عطانا ماجيستي نصره الله جلالة الملك، اللي مشى عطى الدم ديالو، اللي مشى زار المرضى والمصابين، هذه رسالة عظيمة جدا. المسؤولية كتجي قبل كل شيء، نقدر نتقاسمها مع الابن ديالي، القوات الملكية، فرصة ندوزو قيم، هذا هو المهم. فعوض ما نبقى في الخوف، الخوف كاين، ولكن مين كنوصل للقيم كتمحي داك الخوف. القوات الملكيه، الشرطه، لا جوندارمري، الوقايه المدنيه، نبين شوف المؤسسات ديال الدوله شنو دارت، شوف المواطنين، جمعيات، فاعلين، بلوغور، انستغرامر، كلهم. هذا الشيء اللي خاصنا نركزوا عليه في هذه الفتره. والمرحله الاخيره اعاده البناء. شوف اولدي الزلزله راه ما كايناش غير الزلزله ديال الارض، كاينه الزلزله النفسيه، يعني ملي كتوقع لك شي حاجه في حياتك اللي كتكون كبيره جدا كتزلزل بمعنى الكلمه، يعني كتحرك من المكان ديالك وكتعيشها، وكيكون شي اشياء كتمشي وشي اشياء كتجي، ومن بعد منها اعاده البناء. دابا حنا كنفكروا في اعاده الاعمار، في اعاده البناء، الاطفال اللي فقدوا الوالدين ديالهم، لو مكفولين الامه، مكفولين الامه، تخيل يعني لي بوبي دو لا ناسيون. الناس دابا كلشي كيفكر كيخدم الجمعيات، حتى المبادرات الفرديه، خاصنا هذه هي الفرصه اننا نهضروا لوليداتنا على هذه القيم، اننا نربيوها فيهم، فكل تقاسم والتعاون، التعاون، كل واحد بجهده، اللي عطى 5 درهم واللي عطى 15 مليون واللي عطى 100 مليون، وكل واحد وعلى القدره ديالو، وكل واحد وكاين اللي مشى بيده، والله الا كان عارف ما عندوش، ما عطى الجهد ديالو، مشى عاون حيد الحجر، دا الناس، جاب الناس، اطباء مشاو عطاو العلم ديالهم، مشاو ساعدوا بالعلم ديالهم، وكانوا كيصيفطونا كنا اللي في المجال الجمعوي كانوا كيقولوا مثلا محتاجين القد والقد ديال هذا الماتيريال ديال هذا الدواء، كانوا كيصيفطوا لنا حتى الاحتياجات ديالهم، كل واحد ولو ريزو ديالو والنيتورك اللي عنده. دونك هذه هي الفرصه اننا نتقاسموا هذا الشيء مع وليداتنا، ونحسهم اننا وطن. لان شوف لا سميره، في سير الايام الاخبار السيئه والسلبيه كثيره جدا، ها هذه خايبه، هذه خايبه، هذه خايبه. دابا ربي عطانا زلزال، زعما بمعنى الكلمه، ماشي غير الارض اللي تشقات والديور اللي طاحوا، فهو زلزال. وشوف القيم الرائعه اللي عشناها، توا فيه السلبيات ديالو الزلزال المعنوي، فيه سلبيات وفيه الايجابيات، فيه الايجابيات. خصنا نهضروا لوليداتنا على هادشي. اما الا بقينا حنا عايشين في هلع وكنشوفوا الضرها ديالنا حتى حنا غطيح، هادشي ما تتحكمش انت فيه، وكل ما كتركز على داكشي اللي ما كتحكمش فيه كل ما كتفقد السيطره، كل ما كيكبر الهلع، كل ما كيكبر لانكسيتي، لا بانيك، لان ما تتحكمش فيها. واش تتحكم في الشمس، في القمر، في الزلزال؟ هادشي ماشي ديالك. اللي قالت الدكتوره لبنى بوحولي قالت لك جاوها الناس اللي دابا ولاو تينعسوا قدام الباب ديال الدار، طبعا خايفين باش الا جا الزنزال يهربوا، ولا ينعسوا مع كاس الماء باش يبقاو كل مره يشوفوا واش يتحرك ولا لا. يتحرك اللي من عيشه هذه، تخيلي الوغ ما داخلاش الحيطه والحضر مزيانه، وهذوك يعني الحركه الاولى اللي خاصنا نبادروا بها باش تكون فوتلو تقو مزيانه، ولكن ما نعيشوش في هلع دائم. راه علاش انا باش بديت لك شنو خاصنا نردوا ليه البال؟ الايمان بالله عز وجل. تماما تماما، ونعم بالله. كتعجبني واحد القصه نتقاسمها معك ومع الناس، ديال هذاك اللي كيعاودوا على سيدنا سليمان، كان الوزير ديالو حداه، فدخل عليه شي حد وداك الحد هو يخنزر في داك الوزير. فسيدنا سليمان تيشوف، جا هذاك الوزير سول سيدنا سليمان قال ليه شكون هذا؟ قال ليه ملك الموت. قال ليه دابا 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 هزني من هنا، صفني للهند. قال ليه ما تخلينيش انا وياه في غرفه واحده. قال لك فسيدنا سليمان امر الجن ديالو فصفطوا داك الوزير للهند. قال لك فملك الموت ضرب سيدنا سليمان، قال له سيدنا سليمان سول الملك، قال ليه علاش ما خنزرتي فيه؟ قال له حيت من شتو عندك والله امرني ان اقبض روحه في الهند. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس ماذا باي ارض تموت. دونك شي اشياء ماشي ديالنا، سبحان الله. ماشي
فداك اللحظه هو بغى يمشي للهند حيت مكتب ليه يموت للهند في داك اللحظه. ايا كانت هذه القصه بصح ماشي بصح، شوف غير الحكمه منها. اون فوا تتامن بالقدره المطلقه ديال الله عز وجل تترتاح صافي. فمزيان يكون عندنا هذا، ما تيعنيش اننا ما نديروش اللي علينا. لا دير اللي عليك، ولكن واش دير عليك في الترقب الزلزال ما كاين ترقبوش، العاصفه ما كنترقبوهاش، مازال العواصف كاين دي كالكول تيقول لك راه ممكن انها تدور هنا. غير مثلا هذاك العواصف اللي كتضرب بالولايات المتحده الامريكيه، تيبقاو يقولوا هاد جي هاد جي هاد جي هاد جي، تقول اه حتى لاخر لحظه بدل المسار ديالو ومشى للولايه الاخرى وضربها. شي اشياء اللي ما داخلهاش في القدره ديالنا ما عندي لاش نشغل راسي بها، نشغل راسي ندوزو لوليداتنا. طبعا راه قلت لك فاقد شيء لا يعطيه، كيفاش نتعامل مع وليداتي هما مرآه ليا. فكل ما كنت انا مطمئن، كل ما كنت انا كنخدم على داك الشيء اللي انا كنتحكم فيه، كل ما كنوصل لهم هذه الرسائل وليداتي راه يطمئنوا. وانا الا مبيت الصاك خارج خلي داك الصاك، ولكن راه واخا تبيت وتقدر الدروج يجربوا عليك مثلا لك الموت يتسناك تما اي حيت مكتب لك تخرج بالضبط عاد ماشي شد لك روحك. سبحان الله. فما عندناش وهذا الشيء ما كيجيش في اخر لحظه، هذا سي تو تان ترافاي ديال كل نهار، ديال كنطمئن راسي كنفكر راسي في شنو هي الاشياء اللي داخله في التحكم ديالي واللي ما داخلاش في التحكم ديالي. واخر شيء نعلم وليداتنا ان الا وقع زلزال تخبى تحت بلان تخبى تحت هادي مزيان ما فيها باس، ولكن الهلع ديال كل يوم ما كيفيدش. اش يقولوا اخوتنا المصريين؟ وأوعي البلاء ولا انتظاره. واضح. شكرا لك لالا منى الصباحي. مشيو اللحظه نربطوا الاتصال مع سيده فاتن من باريس. ومغاربه العالم كانوا حتى هما في المواعيد تألموا لألم بلادهم وخرجوا مباشرة صباح الزلزال بكل تلقائية يقلبوا كيفاش يقدروا ويصيفطوا إعانات وتبرعات ومساعدات. روح وطنية عالية ماشي غريبة عليهم. معنا وحدة من هاد الناس لالا فاتن من باريس. أهلا بك لالا فاتن ومرحبا بك في صباحية الدوزام. السلام عليكم. تشرف انني نكون معك لالا سميره. الظروف شويه صعيبه ولكن الحمد لله ربي بغى يختبرنا في بلادنا والمغاربه كانوا عند حسن الاختبار. واخا اولا بغينا نعرفوا كيفاش كان الواقع ديال الزلزال لالا فاتن اللي ضرب المغرب، كي كان هذا الواقع هذا عليكم نتوما وكيفاش تلقيتوا هذا الخبر المؤلم نتوما في ديار المهجر؟ ديك الليله مع جات وقت معطل من الليل ما نعسناش، بيتين قلوبنا ما عارفينش كيقولوا المغرب كامل خلعه بحال اللي باغي نطيروا ندخلوا للمغرب ونشوفوا شنو ناقص شنو نقدروا نديروا، ولكن البعد صعيب. تألمنا الله غدا النهار كامل وكانت حاجه سبونطاني اننا نخرجوا ونسمحوا في كل شيء نكونوا مع بلادنا. كيفاش كانت عملية ديال التبرع وكيفاش كيفاش جمعتوا المساعدات مع من سقتوا يعني كيفاش حضرتوا لهذا الشيء كامل؟ هي الفكره جات انني درت ستوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي بزاف ديال لي انستغرامور هما ايزون غولي ليدي وما شاء الله جات كل شيء عرفتي في دقيقه تجمع الناس اللي غيعطيونا الديبو غادي يديو بالترونسبور المساعدات وبدو 24 بدينا كنطلبوا من الناس انهم يوقفوا المساعدات تلموا. ما شاء الله تبارك الرحمن المغاربه والمغرب خلق اطر اللي خلاو كل شيء ولادهم خدمتهم وتبرعوا بتبرعات من معدات طبيه من توسكي طونت بور لي زونفون ما خلاو ما شاء الله ما جابوا. ومن الساعه الاولى حنا كنا عارفين ان المغرب بلاد الخير وبلاد الامن والامان واننا ما كناش محتاجين كل ما هو مواد غذائيه، لان تبارك الله شنقول لكم واحد الفخر واحد الشعور ملي شفنا المغاربه كيفاش تضامنوا من قلب المغرب ومن خارج المغرب بالمعدات وبالماكله حتى فاض الخير. هذه ماشي غريبه على المغاربه، المغاربه معروفين بالجود والكرم ومع البراني لا ساكنين تقيس بلادهم. وهذا الشيء يعني كما قلتي ما تيخفاش على المغاربه وماشي غريب على المغاربه، كانوا داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، والاحساس الكبير بالفخر اللي تكلمتي عليه كلنا حسينا به وتجلى في حجم المساعدات اللي كانت واللي تصيفطات من ديار المهجر عفوا. وكيفاش تحسوا بان الناس ما كرهوش يديروا اكثر
من اللي في جهدهم. تكلمي لنا على هذه القيم ديال الارتباط بالوطن وبالملك في بلاد المهجر لالة فاتن، كيفاش عشتيها وكيفاش لمستيها عند كل مغاربة باريس على وجه الخصوص، مغاربة فرنسا وأوروبا؟ الو، حنايا من ديما كنقولوها ومازالين نكردوها، ان سيدنا الله ينصرو هو قائدنا، ان الا دار الحاجه حنا معاه وحنا تابعينه في كل خطوه كيخطيها. بلادنا واخا كنمشيو ونفرقوها حيت الظروف دي فوا ما كتسعفناش اننا نبقاو في بلادنا، ولا المكاتب راه بلادنا كتبقى الحب ديالها كبير. المغاربه كانوا كيبكيو وفرحانين، واحد المشاعر كانت مخلطه ما بين الفرح ما بين البكاء ما بين انهم الناس وكو كان يقدوا يخرجوا اللي في دارهم كامل ويصيفطوه لديك الناس، ما كانوش غادي ايزيتيو اون سكوند. تبارك الله المغرب كما قلت لك اطر دي ميديسان دي انجينيور، عرفتي معدات طبيه حتى بقينا ولحد الان لحد الان. البارح جاتني كومونيكاسيون من اون بيرسون اللي عندها ديلي ميديكاليزي، واخا حنا حبسنا التضامن ولكن هي لقات بطرق وغادي تصيفطهم، وان شاء الله في هاد لاسمين غادي يوصلوا للمغرب. زعما الحمد لله على بلادنا وعلى ملكنا وعلى هو كما قلت ديما كتعطينا ليكزومبل، ما يمكنش حنا ما نتبعوش، حنا كنحسوا براسنا ولاد سيدنا، دونك ما يمكنش ما نتبعوش ليكزومبل ديالو، ما نكونوش الولا في العطاء وفي حب الوطن واننا نديروا اي حاجه من اجله سواء كنا في المغرب ولا خارج منه. هذا الشيء اللي بغيت نقوله لالة فاتن، يعني غادي نقول واحد المثله اللي تنقولوا على الولد والاب ديالو ولا الام ديالو، تنقولوا منين داك الجديع منين داك الشجيره، حنايا تابعين الملك ديالنا، يعني الا درنا شي حاجه راه حيت زرع فينا الملك ديالنا هذا الشيء، يعني القيم ديالنا والمغرب ديالنا والتاريخ ديالنا والحضاره ديالنا كلها مزروعه فينا. هذا الشيء اكيد لالة فاتن خلى انطباع جميل جدا، وكنت فخورين قدام يعني البلد اللي محتضنكم والبلدان اللي محتضناكم انتم مغاربه العالم. هو راكم غتكونوا شفتوا اللقاء ديالي اللي كان مع اذاعه فرنسيه اللي طلبوا منا شنو جمعتوا شنو باغين، قلنا لهم حنا ما حد سيدنا هو مكلف بكل شيء، حنا ما باغين والو، حنا ديجا هذاك الشيء ما درناش لان بلادنا محتاجه شي حاجه، حنا درناه لان بلادنا كنبغيوها، واقل حاجه كانت دير اننا نصيفطوا شي حاجه ونحسوا براسنا اللي حنا اوتيل لبلادنا، وحتى دابا مازال تحتاجنا بلادنا، حنا يد واحده. وما نقدش نقول لكم هذه الازمه شحال فرحاتنا حنا اللي في الغربه، لان عرفنا باللي حنا يد واحده لا في المغرب ولا خارج المغرب. راه سبحان الله الناس الساعه اللي دخلت الاذاعه الفرنسيه كنشوف دي جورناليست دي جون اللي واقفين تما تيقولوا لي برافو لو ماروك برافو لي ماروكا، هذا بحد ذاته فخر انني انا كنتمي لهذا البلد. الله يعطيك الصحه لالة فاتن، فخورين بك. واذكر ان فاتن صانعه محتوى، وكنا سميناها هنا في صباحيه الدوزام سفيره الثقافه المغربيه بالديار الفرنسيه، دارها ما شاء الله تجلي لكل ما هو مغربي اصيل، فتبارك الله عليك. وهنا برهنتي كذلك على القيم المغربيه، ماشي غير في الاكل ولا في الطبخ ولا في الديكور، بل حتى في المعدن ديالك. شكرا لك لالة فاتن. غادي نمشيو اللحظه الى سمحتوا نستقبلوا سيدة أخرى من اللي تنفتخروا بهم بزاف، اللي هي كاينة في الميدان، جات الوقية اللي تحضر معنا فيه في صباحية دوزام وترجع يعني المناطق المنكوبة باش تساعد باش مقدس عليه. معنا السيدة لبنى العموري، بقاو معنا. لالة لبنى عموري اهلا بك ومرحبا بك، ماشي اول مره في صباحيات دوزام، وكيحصل لي الشرف انني استقبلك مره اخرى ومرات عديده ان شاء الله. معروف عليك الخير، رئيسه مؤسسه لبنى العموري الخيريه. اذا لالة لبنى جيتي لواحد استراحه صغيره جدا باش جيبي لنا الرساله من تما، تعاودي لنا شنو الواقع في عين المكان، شنو حال هذوك الناس اللي ضحايا الزلزال، وكذلك باش تعاودي لنا على الرؤيه ديالكم وشنو خاصو يدار باش تكون الاعانه دائمه ان شاء الله في الوقت. اهلا بك ومرحبا مره اخرى لالة لبنى. بارك الله فيك لالة سميره، وشكرا على الاستضافه. مرحبا والمواكبه، وانا كنعتبر راسي بنت الدار. مرحبا معكم طبعا، وشرف ليا نقلك الصوره زعما تخونني الكلمات، لان داكشي اللي شفنا في عين المكان ما يمكنش يتوصف. احنا كمؤسسه وكمواطنين المغاربه طلعنا في الساعات الاولى، يعني صباح الزلزال نهار السبت مع الصباح، نهار السبت الصباح يعني كنتو تما ديجا، كنا تما يعني بالليل اصلا حنا تقاسينا بالزلزال، انا في السله حسينا به دونك ما نعسناش. بالليل تواصلت مع الفريق، قررنا اننا نسخروا الموارد ديالنا العينيه والماديه وطلعنا لعين المكان
داكشي اللي شفنا رائع جدا. موكب كانك في الحج، الناس طالعه بالسيارات لي غوموغ الشاحنات، الوليدات الصغار كلشي طالع. هذه ساعات قليله بعد الزلزال، ساعات قليله يعني الناس غمرت وطلعت، واللي بغي نقول انه الطريق ما سهلاش، صعوبه الولوجيه خصوصا في البؤره ديال الزلزال في ثلاث يعقوب، الجبال كيريبوا، الحجر كيطيح، كان واحد الازدحام كبير، الناس كانت صابره، كانت الحراره مفرطه، كلشي كان باغي يمشي يعاون الوقايه المدنيه الجيش، لان في الاول كان تنزيل شويه خفيف، من بعد عاد كان تنزيل قوي ديال مؤسسه الدوله ديال الجيش، ولكن في الاول المواطنين كلهم طلعوا وجميع مختلف ربوع المملكه، ماشي غير الناس ديال مراكش، كلشي طلع. الحمد لله كانت صوره جميله ديال تلاحم ملك وشعب. احنا المغاربه معروف علينا الخير، التضامن، التكافل، المغامره، نكران الذات، الناس اللي عندها في الدار جمعاتهم. انا كنعرف ناس خوت الثلاجات اللي عندهم، ناس فقراء جدا جابوا لنا حويجات بساط خوت الثلاجه اللي عندها. انا كنعرف مراه عندها 4 ديال الايتام، خويت الثلاجه وجابتها ليا، قالت لي ما عرفتش باش نعاون داكشي اللي غنكلوا ولادي، دوك الناس اولى به، انا ربي غيتوريني، هما ما عندهم حتى شي حاجه. فشفنا واحد القيم بدات كتمشي من المجتمع، تحيات فينا ما مشاتش، كانت مخبيه كان خاصها مخبيه، تحيات بواحد الصوره قويه جدا وبانت في وقت الشده، يعني وقلنا للعالم انه حنا كمغاربه وكملك دائما يد في يد في السراء والضراء. واخا بقيتي شحال يعني بقيتي من نهار الزلزال وانت تما؟ انا من يوم السبت وانا تما 10 ايام، هذه يومين اللي فقط رجعت باش عاوتاني نجيب دي دون ونرجع اليوم باللي ان شاء الله العين المكان. ما شاء الله عليك، قلتي لي تتباتوا حتى انتم في الخلا. لان لقينا دوور يعني تقريبا مهدمه كامله، دوور فيها تهديم يعني جزئي، الناس اللي دوور غير تشقوا لهم الديور ولكن خايفين ما يقدروش يدخلوا، واحد الحاله ديال الهلع والخوف كبيره جدا عند دوك الناس، دوك الناس محتاجين للدعم المعنوي والنفسي اكثر من الدعم المادي. وشنو نوع الدعم اللي قدمت المؤسسه ديالك لنا؟ حنا كمؤسسه حيت انا عارفاك اخر مره تتحفري الابار وكنتي تتمشي لهذيك المناطق نيت؟ كنمشي لدوك المناطق، وانا كاين دواوير اللي خدمت فيهم في الحوز اللي واحد الدوار مات فيه 80 واحد، بكيت عليهم لان اخر بير حفرت وما نقولكش دوك الناس كي دايرين، 80 واحد كنعرفهم 80 مشاو 80 واحد، فداكشي باش كتحسي انه هذوك راه عائلتنا، خوتنا، احبابنا ماتوا، ماشي غير مواطنين مغاربه يعني قاسهم الزلزال ولا النكبه. حنا كمؤسسه انا في الاول لان كان داكشي استباقي، تحركنا بالعاطفه، شارجينا مشينا دينا، ما كانش استراتيجيه، ما كانش لا لان كلشي دينا غير المؤونه، يعني دينا داكشي اللي دجا حنا عندنا في المقرات ديالنا، دينا الناس ما ياكلوا، دينا الغطا، مشينا. ملي وصلنا لعين المكان لقينا انه الناس كتبات في العرى، الديور مهدمين، الوليدات الصغار. يعني فاش مشيتوا عاد عرفتوا النوع ديال الدعم اللي خاصو، النوع ديال المساعده اللي خاصو. عيالات حاملين، كاين اللي غادي يعني على شكل الولاده، الناس الكبار، كاين الناس اللي مرات بالسرطان خصهم الدواء ديالهم مشى، يعني ملي كتمشي عاد كتعرف شنو ممكن الدعم القيم والفعال اللي تعطي. ربما هاد الناس اللي مشاو بتلقائيه وبدون استراتيجيه عاونوا في هذا المنحى هذا، يعني هما اللي عيطوا من بعد وقال لك لا راه خاصنا هذا الشيء وخاصنا هذا الشيء وخاصنا هذا الشيء. لان دابا حنا كنعرفوا ان وسائل التواصل الاجتماعي راه هي اللي كتنشر الخبر يعني بسرعه، سرعه البرق. اللي مشى لشي دوار كيدير نداء الصياغه، انا تقريبا واحد 14 دوار غطيتو غير من نداءات ديال المؤثرين عبر انستغرام والفيسبوك كيصيفطوا ليا. تبارك الله عليهم، حتى هما خدموا ما شاء الله، تبارك الله، من تحيه لهم، يعني عينا ما نقولوا فيهم حوايج لربما ماشي ايجابيه دائما، ولكن الحق حق. شوفي هنا بانوا انهم مغاربه وخدموا مزيان وعاونوا، شوف الصوره ماشي الصوره، المهم عاونوا. لا يهم، هو وسائل التواصل الاجتماعي سيف ذو حدين، فيه السلبي والايجابي، ولكن في هذه المرحله بل الايجابي اكثر طغى على السلبي. صحيح. وما نحكروش على ديفيتيوليتي، شي حوايج شافين نركزوا عليهم، نشوفوا الحوايج الكبيره اللي دارت. راه هاد المؤثرين راه داروا واحد الدعم كبير، وصلوا واحد الصوره رائعه للعالم، راه كاين مؤثرين اللي عندهم 6 مليون متابع وناس كيتابعونا من الخارج، فعطينا صوره رائعه اننا وقت الازمه بلادنا احنا اولى ببلادنا. صحيح صحيح. انا بغيت نعرف غير شنو الدروس والخلاصات اللي ربما استوقفوك في زعما طب ديال في عز هذه الفاجعه هذه، شنو الدروس اللي خدات لبنى العموري واللي بغات تشاركهم مع كل المشاهدين؟ اول درس هو ان الانسان خصو ديما يكون عنده يقين بالله سبحانه وتعالى ويامن بالقضاء والقدر، لان في رمشه عين هاد الناس فقدوا كل شيء، وتا حنا كان ممكن نفقدوا كل شيء في المدون،
ويكونوا الخسائر هني. سمعتي هذاك اللي قال لهم الحمد لله جاتنا احنا ما جاتكمش ما نلقاوش باش نعطيكم. الحمد لله انا هذه سلاسه. احنا في المدن غيكونوا الخسائر الماديه والبشريه كثار من هما، راه هذوك المناطق راه دواور متفرقه والكثافه السكانيه ضعيفه نوعا ما. صحيت اللي قال الدكتور فؤاد الزهراني. هذه اول حاجه. ثاني حاجه دوك الناس راهم فئات هشه ومعوزه على طول السنه، فربي بغى لهم الخير ولو انه ابتلاء. احنا كنشوفوا انه ابتلاء، ولكن ربي دور الكاميرا ديال العالم كلهم عندهم ابتلاء رب ضاره نافعه. الناس شافوهم عرفوهم، كاين الناس مغاربه ما عمرهم عرفوا دواور كاينين بداك الاسماء ولا في داك المناطق في المغرب، والعدد ديالهم انا ما كانش يسحب ليا كاين هذاك العدد تبارك الله. انا بيسكو كندير المغرب العميق كنعرف هاد الناس كنمشيو لعندهم، راه باش توصلي ليهم راه طريق الموت بكل معنى الكلمه. فتخيلي تكوني جالسه ربي كيعطيك ابتلاء كيمشي لك كلشي كتلقي ان باش ربما البنيه التحتيه هي نعاودوا فيها النظر الخير. هذا راه خير ربي جاب لهم، يمكن شي دعوه شي حد شي حد دعا شي تروت اخر بيا ربي الله صالحين تما كاين تبارك الله. حنا بلاد ديال البركه، حنا بلاد ديال البركه ما شاء الله عليهم معلوم، وناس طيبين وباقي فيهم الحشمه والحياه والعرض والحفاظ على التقاليد. حنا مشينا لدواوير كنعرفوهم وخدمنا معاهم، والله المراه ما تخرج عندك تاخذ شي حاجه الا ما دخلتيش انا ما عطيتها ولا مديت لها والله ما تقول لك عطيني. ما يقولوهاش شكون اللي كان قال لنا وليدات؟ قال ليلى حدي قالت لنا وليدات الصغار تيشوفوا بعويناتهم ما يقولش لك بغيت ولا حاجه، واللي عطيتها تقول لك الله يخلف وتبوس لك يدك. وشفنا شي قيم وشاركوا معكم هالقليل اللي عندهم معلوم. انا دخلت لدواور نورمالمون انا خصني نعطيهم، يلا كنوصلوا كنبداو نحطوا كيجيبوا لك اول حاجه اتاي والزيت البلديه، ولا كيجيبوا لك الخبز داكشي اللي جابوا لهم الناس كتقول لك والله حتى تاكل والماء. كنقول لهم لا انا خصني نعطيكم ماشي نتوما تعطوني الكرم. سبحان الله كرماء في مكانه يعني بمختلف المستويات الاجتماعيه. الدروس كذلك اللي خصنا ناخذوا اللي ربما نصلحوا بها اللي خاصو يتصلح في المجتمع ديالنا. قلتي في الاول انا وياك في الكواليس قلتي يعني كان انواع ديال المساعدات اللي ماشي متاقلمه مع الطبيعه ديال والثقافه وديال المجتمع تما كاين. انا يعني حطيت هادشي على حساب التلقائيه والزربه والناس بغاو يصيفطوا وصافي، مي قولي لنا شنو هي الحويجات اللي لاحظتي واللي كان ممكن اننا نقدوها مثلا؟ اول حاجه هو كانت شويه ديال العشوائيه وعدم التنظيم في الميدان. فمثلا حنا كمجتمع مدني مرخصين نطلعوا نخدموا الى جانب مؤسسات الدوله. المواطنين المغاربه بداك روح المواطنه والانسانيه اللي عندهم طلعوا بهذيك الحقه اللي فيهم، فداروا واحد العرقله اولا للفرق الانقاذ الاسعاف، لان ديك الساعه كانت لورجونس خاص ينقذوا الناس ينتشلوا الناجين يدفنوا اللي ماتوا. كان واحد البلوكاج كبير. فالطريق اللي كديرها في ساعتين درناها في 12 ساعه. هذه اول حاجه كانت مغامره. الجبال كانوا كيطيحوا فالله يحفظ الله يحفظ الناس يعني تحدوا الخطر خاطروا بنفسهم. هذه علاش نقلب تيدير ازمه للدوله، لان الله يحفظ تكون جوازات ارتداديه كيفاش غيعتقونا حنا اصلا؟ حنا كاملين راه الالاف، راه داكشي لا يحصى ولا يعد. هذه ثاني حاجه. ثالث نقطه هو انه ما كانش تنسيق ما بين الجمعيات. حنا كنا هبطنا بالخبز وبالماكلة في نفس البلاصه ودينا نفس الحاجه، وكنا بغينا نبانوا اننا خدامين في بؤره ديال الزلزال. الو كانوا مدن وبلايص تقاسوا وصلاتهم الاعانه على 30 يعني ما كانش استراتيجيه. انا مشيت لدوار تلفقيخ تنعرف ناس تما كاين نهار ثلاث تنعيط وداك الشيء وباقي ما وصلهم حتى شي حاجه. انا مشيت لدوار في الشيشاوه مهدم كامل خمس ايام ما كلاوش. لا اله الا الله، لا اله ما عندهمش تليفون باش يديروا نداء استغاثه. لا اله الا الله. دونك هادو من بين المشاكل. حاجه اخرى كنبغي نقول للمغاربه، نتوما زوينين وغزالين وكتديروا الخير وكتصدقوا، ديما نصدقوا احسن ما عندنا باش يثبت الاجر. ما نقلبش في البلاكار ولا في اي حاجه ما عندي ما ندير بها ونعطي الشيطان، نعطي احسن ما عندي باش هذاك الشخص ملي كتعطيها له كيفرح بها وكيحس بالكرامه ديالو بالانسانيه ديالو. وانا سمعت يعني كذلك من جهه اخرى ان جمعيات واحده اخرى السيده قالت لي شوفي راه الناس عطاوني حويجات يلاه مشريين حويجات ثاني حويجات زعما اللي تتشهيهم لوليداتك. كاين هذا الشيء، ولكن قلت لي انت غير ما مأقلمينش مع الطبيعه ديال ذوك الناس. يعني كانوا شي حوايج اللي بلا كمام ولا شي حاجه اللي ما تلبسوهمش اصلا. يمكن لا سميره المواطنين ولفوا ان الجمعيات كيديروا الفرز، كتجيب لك الساك المقر وانت كتفرزي لي مزيان. هذيك الساعه ما كانش الوقت ديال الفرز. دابا ما يمكنش الناس جابونا ولينا كنشارجيو في لي غومور وكنجيو لعين المكاس كيف كتحلي. هادشي راه ماشي غير انا عشتو، بزاف ديال الجمعيات عاشوهم. اي الناس عطاونا جديد ما نكروش. انا شخصيا بعدا
كنشكر جميع المتعاطفين والناس اللي ساندتنا والشركات المواطنه ما نساوش الدور ديالها، لان تواصلوا معايا شركات مواطنه كبيره عطاونا لي ماطلا، شراو لنا الخيام. حاليا تقريبا تسافدت معايا انا 890 اسره من الخيام. ما شاء الله. قلت لي تخدمي كذلك مع الدوله؟ انا اكيد انا كنتنسق مع مؤسسه محمد الخامس للتضامن مع التعاون الوطني ومع السلطات المحليه. علاش كنديروا هذا التنسيق؟ باش المعونه تمشي، داكشي يكون مقنن، ماشي شي يستافد وشي لا. والسلطه كتعرف عندها الاحصاء، كتعرف هاد الدوار مثلا خاصو غير الخيام، عنده اكتفاء ذاتي من المعونه، هاد الدوار ما عنده حتى شي حاجه. داكشي كيمشي في بلاصتو بطريقه زوينه والناس كتستافد، وكنحسوا داك نداءات الصياغه، وكنحسوا كذلك حتى الطريق على المسترزقين بالمآسي وبهذا المشكل هذا اللي وقع. واضح. تنشكرك بزاف لبنى العموري، ماشي اخر مره غادي نصادفك، انا حاسه بها، لان ما شاء الله تبارك الله تتقومي باعمال نبيله جدا على طول السنه، ماشي غير في يعني في حالات استثنائيه بحال الزلزال ديال الحوز، لكن تبارك الله وتختلف حتى الطبيعه ديال الدعم ديالك والمساعده ديالك. الله يثبت لك الاجر انت والفريق ديالك كامل، وتحيه لكل المؤسسات والجمعيات اللي قامت بعمل مشرف اكثر من مشرف واللي عطى عبره للعالم. الله يرحم شهدائنا مرة أخرى، تعزينا لكل المغاربة مرة أخرى، والله يكون مع كل شيء اللي بقوا على قيد الحياة، ونبقوا دائما إن شاء الله يد في اليد، والمدى الطويل، المدى البعيد والطويل إن شاء الله. شكرا لك مرة أخرى. تأطير التبرعات من الناحية القانونية، موضوع الورقة القانونية للغد مع البروفيسور ماتوك، فقرة نقطة توازن مع الدكتور الصمدي، غادي يقدم لنا نصائح لكيفية التعامل مع المحن والابتلاء. الكل في صباحيات دزام، نهاركم مبروك وإلى اللقاء.